اخويا هذه البقعه الارضيه نهار الاول كانت يعني قاحله، وواحد الابجالي انا في عمره قرن وزياده، جا هما واحد الابن ديالو، وذاك الابن هو اللي خدام عليهم، خدام على اختو مريضه، خوه مريض، بقاو يديروا شويه منا، شويه كريديات شويه منا، داروا شجرات وكذا، وهذيك بقاو يكبروا في جنان. هذه مده 20 عام. هذه البقعه الارضيه خويا هذه كانوا مشاو للمياه والغابات، يا ودي حنا راه مهدموا لنا في السوق الاسبوعي، هدموا لنا وكذا وهذيك، وعندنا كسيبه وكذا، كي غادي نديروا لها؟ داروا هاكو هاك، قالوا دي روح لهيه، ديروا تما الكسيبه ديالكم بين الاخر وهذيك. زاد الوالد ديالي بقى يبحث شويه هكذا، دخل على المياه والغابات الله يكثر خيرهم وهذيك، قالوا دي سير دير تما ما كاش اللي غادي ينا بك. جا مسكين بقى يدير شويه كريديات كذا، دار هاد الجر اللي هنا على حساب واحد 60 شطبه ديال المزاح، ومزاح وشي برقوقات وشي ليمات، المهم شجرات، بقاو يقوتوا بهم هذاك الشيء مساكن باش يعيدوا باش يصرفوا باش يديروا. واليوم واش غادي نقول لك اسيدي، مع اننا ما غادي نقولوا دروك هاد الناس هادو جاوا، هادو اللي عدلوا الطرقان جاوا عنده، قالوا غادي نقلعوا لك. هو عامر بالكوري ديالو، عامر بالكوري ديالو بالبقري وبالغنم، عامر وفيه كريديات، راه فيه الكريديات اسيدي، نقول لك راه بديك 15 ديك 10 ديال المليون مسكين، راه فيه ديال القوادس ديال الماء ديال كذا. ارانا واش داروا له؟ بقاو منا عندي عندك ما عندي، ناد مسكين قبضوا دوك البقري وكذا، خرجوا له مع الواد، مشى مسكين داهم على حساب واحد 200 متر، شي هرب له هاك شي هاك 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 مسكين جبال شداك زي، وكما سام كمشوا يشوف فيهم بداو يقلعوا. مشيت انا الخدمه ديالي، انا الاخ ديالي ما عنديش انا شي حاجه، اللي كون جاتنا غير الاخوه ديالنا دروك الدم ديالنا ما دارناش. واه هو انا واش غادي نقول لكم، انا بغيت حق خويا، غادي ولا نستر سيدنا خويا كان معنا في الدار البارح هنا بواد الحق، جا حنا نعسنا مع السباق اخوك راه مات، دوك حنا خويا ما غاديش نسمحوا بخونا، حنا خصنا نديروا اجراءات ونتابعوا هذا اللي قتلوا اللي كان السبب ديالو فيه. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر الحق. انا هذا الاخ ديالي كانت عنده في النهار الاول الزريبه، مجيت السوق فين كانوا دايرين الصنادق، هدموا له تما، القيس اللي هدموا له قالوا له ودي الى شبنت في شي بلاصه سير دير تما، مشى للمياه والغابات قال لهم اودي بينا ما انا راني بغيت ندير في البلاصه الفلانيه، واش زعما ما كانش شي دورينجمون؟ قالوا له ودي سير غادي ما كانش اللي ديرونجيك. اون في هذا الاخ ديالي دار تما زريبه، دار تما زريبه للشياه، بقى دار تما ذوك الشويه ديالو، تبان له واحد البقعه ارضيه عامره بالكريانات بالكريانات، بقى يجيب التراب يشري التراب ويعمرها، بقى مره يدير جوج جرات نتاع المزاح، مره ثلاثه، مره اربعه، وما كانش اللي جا قال له واش راك دير؟ بقى يلاه سيدي نقول لك هذه مده 20 سنه، حتى طلع تما جنان تبارك الله، تقول غير ريح تما. اونفان جا واحد النهار الاول اللي بغاو قالوا له غادي نديروا الطريق، قالوا له ودي بينا ما غادي تعطي لنا واحد النصيب نتاع هذا الجر، نقلعوا شي جرات من هنايا، قال لهم ودي ما كان مشكل، ساعدهم، قال له غادي نديروا لك الطريق، ساعدهم. القيس اللي ساعدهم قلعوا ذوك الزري هذوك الجرات هذوك، القيس اللي قلعوا ذوك الجرات داروا ثم ذيك الطريق، هذا سيدي نقول لك بالك شي تقريب 9 شهور. ارانا هذا المره جاوا عنده قالوا له ودي بينا ما رشيد، رانا بغينا باش نديروا لو توروت وكذا، غادي نضربوا من هنايا هاد جوج سطور نتاع المزاح ونتاع الليم، غادي نزيدوا ندخلوا حتى لهاد الخنفرك هاد الاخر بالركه في ركه الناس، غادي نديو بها غير واحد المورسو اللي غادي نديو. رانا الاخ ديالي بقى يشوف، قال لهم ودي ما كان مشكل، رانا بحال اللي عطاهم لورد ناضوا جاو هما البارح نهار السبت البارح، رانا من عطاهم بحال اللي قال لهم اودي ديروا الشيء اللي بغيتو ديروا، من جا غير في هذا الاخر ديروا، فمن عطاهم الاخر ناضوا هما دخلوا له في ثلاثه نتاع الكوارع، دخلوا له في المحل اللي فيه كان ينعس، دخلوا له في ذاك الجر اللي كان ثما الزيتون والليم والمزاح، دخلوا فيه كل شيء قلعوه، هذوك الاخر كان الكوارع بثلاثه تهدموا، ناض هو من شاف ذاك الشيء هكا هو شنو قالوا لي، اونفا بحال اللي تصدم. هذا السيد خويا كانت عنده تما يا شي غلم، وكان عنده شي شجر، وكانوا عنده تما المواتر، وقداب عمو هو تمايا، وديجا قالنا هنايا ما كانوا يدموا لنا، ديجا ضيعنا شي 12 مليون بعد عينيك امام السوق الاسبوعي، وكاين العامل الباشا والعامل بوتشيش قال لك سيروا هودوا للواد وطوعوا ديك البلاد، وما كانش اللي يهضر معاكم، ما جينا طوعناها وحطينا وبقينا تما متسقرين، ما تكلمنا حتى شي واحد،
حتى شي واحد. ودرك كاين هاد الضياع اللي داروه لنا بالبكري بالغلم، كلشي عملوها لنا وبالمجاور بلما ترجوش ورزق الناس والكريديات، راه بديك البقعة خويا راه مشانا مشانا خويا. ودرك كاين هو اللي كان خدام على الدار، انا عندي البص، انا عندي البص ما خليته ابتكار، هو اللي كان خدام على الدار هز